ما تزال محاولات قوات النظام استرجاع المواقع التي خسرتها مؤخراً. تفشل أمام تمدرس الثوار في الراموسة وتجمع الكليات العسكرية جنوب غرب المدينة. الثوار أعلنوا تصديهم لعشرات الهجمات التي شنها عناصر النظام على محاور الراشدين والحمدانية، فيما أعلنت غرفة عمليات فتح حلب استهدافها بالأسلحة الثقيلة ثكنات ميليشيا النظام في معمل الإسمنت ومطار النيرب العسكري جنوب وشرق مدينة حلب. المعركة المصيرية في حلب، هكذا تتناولها وسائل الإعلام العربية والعالمية في الحديث عن الاستعدادات لإطلاق المرحلة الرابعة مما أسموها الثوار ملحمة حلب الكبرى، في حين توعد الثوار قوات النظام بمفاجآت كبيرة بعد التحصين والتمترس في المواقع التي سيطروا عليها حسب ما جاء على لسان الناطق العسكري لأحرار الشام. بعيدا عن التطورات الميدانية، تنطلق الأصوات الدولية للمطالبة بتهدئة القتال في حلب، أبرزها جاء في بيان للأمم المتحدة دعت فيه إلى تفعيل ما أسمتها هدنة إنسانية بحلب لإيصال المساعدات لأكثر من 2 مليون شخص على حد قولها. التحركات الدولية جاءت متأخرة جدا بعدما تمكن الثوار من كسر الحصار الذي فرضته قوات النظام على نحو 300,000 مدني وإدخال قوافل المساعدات الإنسانية عقب حصار دام 30 يوما على الأحياء الشرقية في المدينة.